السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع فيديو جديد على قناتكم قناة السلامة. أولا استمرارا الحلقة السابقة بعرض، هنستمر النهاردة برضو بعرض الوسائل التوضيحية اللي بتؤدي إلى الشرح الأفضل بإذن الله للمحاضرات اللي ذكرناها قبل كده. وهنتكلم النهاردة عن الحوادث اللي بتحصل في المطبخ، وهي غالبا ما بين اشتعال حريق أو تسرب غاز في المطبخ. عندنا مصادر الخطورة الأساسية هي البوتاجاز، الأنبوبة، ودولت هما اللي هنبدأ نتكلم عليهم. أول نصيحة لحضرتك طبعا إن ما ينفعش إن حضرتك تبقي أو أكمام طويلة شوية كده ونازلة، بحيث وانت بتتحركي ما تلمس فيها النار وتشتعل فيها، خاصة ان معظم الملابس فيها اكريليك سريع الاشتعال. طبعا من الحاجات المنتشرة برضو وهي مقلاية الزيت. مقلاية الزيت دايما بيحصل بسبب ان مثلا رمت حاجة زيادة، الزيت زيادة في الطاسة او حاجة زي كده، بيحصل فوران للزيت، ممكن يشتعل فورا لو طال النار. فاللي في الحالة دي بيصاب بهلع، ممكن يعمل مشكلة او يتسبب في مشكلة لو ما تصرفش التصرف اللي نقدر نقول عليه بحكمة او بكياسة شوية. اول حاجة في الحالة دي لازم نسيطر على الهلع، والتصرف المنطقي السريع ساعتها هو غطى بنقوم حاطينه على المقلة دي، بتقوم كاتمة النار، خلاص انتهى الموضوع. اوعي تجيبي مية. علمي ولادك الصغيرين، بناتك الصغيرة، اوعى تفكر انها تكب مية عليها. ليه؟ لان مش هتطفيها، بالعكس هتنتشر، والزيت مش هيختلط بالمية، والنار هتنتشر في بقية المطبخ لا قدر الله، او تيجي على الجسم. ده الاجراء اللي لازم كل واحدة تتعلم بناتها وتدربهم عليه، بحيث ان هم يبقوا اوريدي معتادين على حاجة زي كده. زي ما يمكن واضحة في الصورة عندنا هوت، الألسنة اللاب بترتفع ارتفاع عالي جدا، فلازم نبقى هاديين شوية. الغطاء زي ما قلنا بيكتمها وخلاص والموضوع انتهى. لو ما فيش غطاء طبعا هم اوقات بيقولوا فوطة مبلولة بتاع، طبعا مش هنلحق الكلام ده. انا بنصح دايما بوجود جهاز اطفاء، طفاية موجودة على باب المطبخ، بحيث ان احنا لو في حاجة زي كده نكون متدربين على استخدامها ونستخدم الطفاية لإطفاء هذا الحريق. في حاجة تانية بتحصل اللي هي تسريب غازي. تسريب غازي يعني ايه؟ العيال مثلا سبناهم بدأوا يلعبوا في البوتاجاز وهو اصلا مولعش، يطلع تسرب غاز، يحصل خلل ما من اللي او الخرطوم بتاع الانبوبة، بيبدأ الغاز ينتشر. طبعا لو شمينا الريحة فورا مطلوب مننا رقم واحد ما نقيتش نور ولا نطفيه، يعني لو هو قايد ما نطفهوش، ولو طافي ما نقيدهوش كويس، يعني ما نعملش اي حاجة تعمل شرر. ما نقيتش برضو عود كبريت او الكلام ده، لان طبعا الجو قلنا معبأ بالغاز. بنفتح تهوية، بنقفل الأنبوبة من المنظم ونهوي المكان، يبقى كده إن شاء الله الموضوع انتهى على خير بإذن الله. ده بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز. وطبعا قلنا ما نسيبش الولاد لوحديهم في المطبخ، عشان برضو ما نضمنش هي ممكن يلعبوا في إيه، وطبعا بيبقى فيه ممكن كبريت ولاعة أو خلافه. فطبعا الحاجات دي بنبعدها وبنقرر نبعدها عن متناول ايديهم. الطفل قلنا ممكن ببساطة اي حاجة تغريه وبيحب يقلد، فعادي جدا انه يمسك عود الكبريت زي ما حضرتك بتمسكيه، عادي جدا انه يحاول يستكشف الولاعة، يستكشف اي اجزاء اخرى يبقى انتج لها مباشر، يقع على المفرش، على السجادة، يحصل اشتعال لا قدر الله.
طبعا في ملحوظة تانية، ان ما نسيبش برضو الاطفال يخشوا لوحدهم، لانه ممكن تنسكب عليه حاجة بتغلي، مش هنقول بقى كمان الغاز وبتاع، لا ممكن تنسكب عليه حاجة ايه بتغلي وتأذيه، ربنا ينجيهم طبعا. في طبعا قلنا برضو الجزئية بتاعت الكهرباء قبل كده، العبث بتاع الاطفال في الكهرباء وخلافه، وبرضو هي جاية هنا في الصورة التوضيحية، ما نسيبهمش برضو دايما دايما اطفالنا تحت عينينا. الشمعة، الشمعة برضو نوهنا عنها في المحاضرة السابقة، لازم برضو تبقى تحت سيطرتنا ومتثبتة، وما نخليش الطفل يقرب منها. لهب مكشوف، لهب مكشوف يعني حريقة سريعة، لهب مكشوف يعني حريقة سريعة، ما نضمنش أبعادها لو احنا مش شايفين واحنا مش جنبهم او لحقنا نطفي الحريقة ديت. لو لا قدر الله، نرجع تاني نعيد التذكير، حصل حريق، قلنا الأولوية لإخلاء المكان من الأطفال، الغلق وإحكام الغلق على المكان اللي اتصاب أو اللي حصل فيه الحريقة، محاولة المكافحة، الاتصال بالمطافي 180، الرقم ده لازم نعلمه لأولادنا ونحفظه ويبقى معروف لكل، ده رقم طوارئ هام، نتصل بيهم بحيث لو فقدنا السيطرة هم يقدروا يجوا يتعاملوا مع المشكلة بكفاءة بإذن الله. أثناء الخروج لو اتكثفت الأدخنة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، نمشي على إيدينا وركبنا زحف، لأن نسبة الأكسجين تحت والرؤية هتبقى أفضل عن فوق، عشان فوق معبأ بالأدخنة ونسبة الأكسجين أقل. ربنا ينجينا ونجيكم بإذن الله. رجاء الحرص، رجاء الحذر، رجاء الاهتمام بالحاجات الصغيرة ديت، لأن دايما الحاجة الصغيرة زي كده هي اللي بتجيب مشاكل أكبر. تحياتي لحضراتكم، وبرضو هحط أرقام الطوارئ كلها، وربنا ينجينا ونجيكم بإذن الله. وتحياتي وأهلا بكم في انتظار محاضرة قادمة، وما تنساش اللايك والسبسكرايب للقناة. شكرا.